المعلمين كل سنة بيعملوا معرض وبيدعوا الأهل ليورجوهم رسومات أولادهم وبيخلوهم يتعرفوا كيف ابنهم بيشوف أمه وأبوه. اليوم رسمتك بس اللي بيفاجئ قديش أسرار بتنكشف من ورا هالرسمات، لأنه مثل ما بتعرفوا الأولاد ما بيغيب عن عيونهم شي، وهالأشياء بيواجهوكن فيها بالزمان والمكان اللي مو مناسبين. مرحبا. يا الله يا غسان، تأخرت كتير. لا تقوليها. راح عليك أول عرض لجوجو. شو أعمل، كان في زحمة بالطريق كتير. بس بتعرف أنه هذا أول عرض لابننا. غسان، ابننا كان حبة بندورة حلوة كتير. بكيت كتير لما شفته على المسرح، ما بتصدق شو تأثرت. كان عم بيقول إذا أنتوا بتاكلوني راح تعيشوا بعالم مليان بالصحة والعافية. ما عم بعرف قلده، بس هو كان بجنن. يا حبيبي صورتي ما هيك؟ صورت، بس الغطاء كان مسكر. مرحبا. أهلين. شفتوا الرسمة الحلوة اللي رسمها جلال للعيلة ما؟ لا. ليك هون. هي لإله؟ إيه؟ يا حبيبي ملون لي شعري بالأحمر، مع أنه بالحقيقة شعري مو مبين عليه أحمر زيادة. وأنا ماسك بإيدي شي مثل فرشاية ما هي؟ بلا. يمكن لأنه تضلني عم صلح. هلا هو موهوب يا ترى ولا نحن هيك شايفينه؟ بابا حياتي بالبطل. لك شو هالرسمة الغريبة اللي راسم لي اياها؟ مو كأنك عاملي عضلات أكبر من عضلاتي؟ هذا مو أنت، هذا عمو محمد. ومين هذا عمو محمد؟ هذا رفيق الماما، بيجي بزورنا بالبيت، بيضحكوا كتير سوا. لا تكذب يا روحي، ليش عم تكذب بدون سبب؟ والله العظيم أنا ما ضحكت معه أبدا. هلا يمكن بس مرة واحدة مزح مزحة لطيفة أثناء الحديث ومو معي مع جلال، وأنا ضحكت عليها من باب المجاملة يعني، بس بالظاهر بقية بعقله للولد. جوجو، ليش باللوحة اللي راسم فيها عيلتنا راسمون الأستاذ محمد؟ كان لازم ترسم أبوك. أنا راسم بابا، هاي ليك هونيك. وين هنيك؟ هذا صرصور ابني، وينه أبوك؟ مو صرصور، هذا بابا، هو بيضل بعيد عنا لهيك أنا رسمته برات البيت. مو بيقول المثل خود اخبارهم من تم صغارهم؟ مزبوط، حتى أنه الحقيقة اللي جواتنا أحياناً بيحسوا فيها قبل ما ندركها وبيحكولنا إياها بطريقتهم. عم حاول اتصل بغسان وما رد علي، تركت له رسالة اتصل فيني؟ العالم بيسلموا بالأول. مرحبا حياتي، لا تواخذيني. ايه قليل اتصل؟ لا ما اتصل. يوسف تعال شوف هالشوفة. ست صفية عارضة بيتها عنا بالحارة، بس مو عندي، حاططه بمكتب عقاري ليبع لها اياه. وحدة قليلة ذوق، وشوف سعره عن جد لقطة. يوسف بدك تشتري له البيت؟ أنا مالي بحاجة لبيوت. بس أنت لازم تشغل مصاريك مو تجمدهم. عندي مصاري بتكفيني. زيادة المصاري بتفيد ما بتضر، إذا بدك بتشتري وبتأجر. لك الله يلعن هالسيرة، بكفي. أنا مالي بحاجة لبيوت، افهمي. ولا شو عصبت؟ أنا مو قصدي أمل. ما كان قصدي عيط بوشك. مو ناقص غير تضربني؟ طلع فيني يوسف بيك، أنا ما بتحمل العنف الجسدي أو حتى النفسي، وعرف من أولها مو مقبول هالتعامل. هذا راسي، راسي عم يوجعني كتير، بعتذر منك. Thank you.
لما تتطلعوا بوجوه رفقاتكن وتدققوا منيح بتشوفوا وراء ابتسامتهم العريضة وحش عملاق من الغيرة والحسد عم يمد راسه وعيونه وعم يلمعوا. في منن لأنه بيتك بيضل منظم ومرتب على طول، وفي منن لأنه طبخك طيب كتير. وفي منهم بيغاروا وبيتضايقوا من جوات قلبهم لما بيشوفوا غراضك الغالي. بس لحتى تكتشفي هذا الشيء لازم تطلعي على عيون رفقاتك بكل حذر وكأنك عم تتعرفي عليهم. برافو. لأن رفقاتك المقربين بيكونوا عم يحاولوا ويعملوا كل جهدهم لحتى يخبوا عنك هالشي. لسه هي أول طبعة لكتابي، قلت لازم أعطيكم بالأول. يا صورتك على الغلاف طالعه بتاخذ العقل نرميه. قديش حلو هالكلام اللي كاتبتيه عني. إلى رفيف أروع إنسانة وصديقة يمكن أن تراها في العالم. ليكي وأنا كاتبة عني ياسمين أظرف إنسان التقيت فيها. أهلا وسهلا يا ستات. معلش قبل ما أروح على الشغل بوس مرتي الغالية وودعها بشي كلمتين حلوين. ما رح تضحكوا علي معي؟ شو هالحكي؟ ان شاء الله الله يجعل حبي الف بيناتكم. عمري هاي الوراق اللي كان بدك اياه هون. يلا ببقى بشوفك المساء. موفق بشغلك. شكرا. الحقيقه انا اتفقت مع شركه الاعلانات كرمال عرف عن كتابي، ومشان هيك مسؤوله الاعلانات بهي الشركه بعتت لي كذا مثال لشوفهم واختار اللي بيناسبني. بدك تطلعي بالدعايات؟ روحي كم لقاء بمجلة بتصدر أسبوعيا ولقاء بالراديو، يعني هيك شغلات. شي حلو. يا الله نرمين شي بجنة. شي حلو كتير ما هيك؟ مو حلو أبدا. بكرة بس تنشهر ما عاد تتعرف علينا. لا روشان هالحكي مانو مزبوط. نرمين مستحيل تتغير. شكرا إليك سوزان. ما في داعي تشكريني، أنا عم أقول الحقيقة. عن جد يا صبايا أنتم مفكرين إنه مشان كم لقاء بالمجلة وبالراديو بدي أتغير وصير مغرورة؟ هاي خطوات للتعريف بالكتاب مو أكتر. مثل خطواتي بكل يوم. من الأول بأخذ الأولاد على المدرسة، وبعدين بمرق على السوبر ماركت، وبعدين بطبخ وبجلي وبغسل وبنشر. خليني أشوف أولاد المصنع. ليش بقى؟ إيه؟ كيف ليش؟ يعني أنا هذا مجال شغلي إذا بتتذكري نرمين. يعني دعايات وإعلانات، التسويق هو شغلي أو بالأحرى كان شغلي من كذا سنة. طبعاً طبعاً، أصلاً أنا كنت بدي أخذ رأيك. نرمين انتي هلأ صرتي واحدة مشهورة وكل ماله نجمك عم يسطع والعالم كله صارت بتعرفك. بدك تبعدي عنا ما يعني شو بدك بستات؟ شو هالحكي اللي عم تقولي ياسمين؟ انا شو ما صار بضل رفيقتكن وما رح اتغير لو صرت وزيرة. عفوا بحياة ربك هلأ هذا شو ما بعرف انا شو بيعرفني. شوف الو شوفي شو حلو هالكتاب. حلو كتير كتابة معك. ليكي عن جد عم تحكي؟ شوف أنا هلأ عندي ضيوف ببقى بتصل فيكم نحكي بالموضوع بعدين. شكراً كتير على الخبر. شو كأنه خبر منيح؟ مو أنا بعتها لتنورتي على محل التنظيف قاموا ضيعوا لي إياها وهلأ لقوا لي إياها. الحمد لله. شو متحمسة يا ربي. أيوة تعالوا لعندي والله اشتقت لكم. وبيقولوا لي حملاتهم الإعلانية متميزة عن جد شي بيضحك. هات لنشوف. يا الله يا الله يا ربي شو كان شغلي حلو وشو كنت حبه. خلص لقيتها. بدك تخلي ميسا عندك وأنا بالرجع ببقى باخد البنات معي وهيك بتبقي أنت وزوجك وبتنبسطوا مع بعض. يسلموا عزبتك معي. يعني صدقيني لو ما كان اليوم عيد زواجنا ما كنت قلت عليكي أبدا. بس اليوم إلك وبكرة إلي شو هالشغلة؟ بعدين الوحدة بتحب تبقى لحالها مع زوجها ليش ما بعرف؟
يلا بشوفك. بشوفك. لا تاكلي هم ابدا. يلا قومي نلعب تبيو. لا ما بدي، ما بحب هاللعبة. بس انتي بتعرفي انه انا بحب هاللعبة كتير. لارا ليش عم تكسري بخاطر رفيقتك يا روحي؟ معقول ما بدك تلعبي مع ضيفتك؟ يلا قومي لعبي. بس يا ماما انا ما بحب العب بيت بيوت. ما بصير تقولي هذا الحكي، معك بتتعودي وبتحبيها. يلا على غرفتك، خدي كل شي معك ولا تنسي لعبتك على السريع. يلا يا عمري. روشان، البنت عم بتقول ما بحب هاللعبة وما بدي العبها، ليش عم تقولي لها ما بيصير؟ لانه ما بيصير، لازم تعمل يلي بدها اياه رفيقتها، لانه المسا بدها تروح لعندها. ليه؟ شو عنا المسا؟ مفاجأة. شغلات ما منقدر نعملها والبنات موجودين بالبيت. لارا طلعي فيني، شو ما بتقلك رفيقتك بتعملي وما بتزعلي ابدا. لكن خليني روح واتاكد اذا كانت عم تلعبها لرفيقتها مثل ما بدها. ألو نرمين. حسام في إلك عندي خبر بياخد العقل. لا ما بصير نحكي على التليفون، أنا هلأ جاي لعندك على العيادة وهنيك بنقعد ونحكي، وبعدين إذا بدك منطلع ومنحتفل بهالمناسبة. وقفي نرمين، لا تجي على العيادة، رجعي على البيت فورا. لا يا روحي، مو لأنه ما بصير تجي لعندي، لأنه عندي مريض وبدي أعمل له جراحة ويمكن تاخد معي وقت طويل. لما بخلص شغلي أنا بجي لعندك وبنحكي سوا على رواق. شو هالصوت اللي عندك؟ ولا شي حبيبتي، ولا شي ولا شي. هذا الراديو، الراديو اللي بغرفة الانتظار حبيبتي. شو؟ مريضي عم ينادي، لازم ارجع لعنده فورا نحكي بعدين. حسان؟ نرمين؟ ولك مو على أساس انت بالعيادة؟ هات فهمني شو عم تعمل هون؟ أنا عن جد جيتك كانت مفاجأة حلوة كتير. شوفوا قديش انبسط لما شافك. انبسطت؟ انبسطت بجيتي؟ استنى وشوف كيف راح تنبسط أكتر. شوف شو اشتريت لك. اشتريت هذا البسكليت لألي؟ ايه. علمني كيف اقدر اسوقه. طبعا راح علمك، بس الشغلة بدها وقت، وانا اليوم خلص الاذن اللي اخدته من شغلي، صار لازم ارجع على الدوام، بس من بكرة جاي علمك. وهلا شوف لي عجبك اللون نقيت لك يا حسان. تعا شوي. هلا انت قلت بدك تجيب له البسكليت على عيد ميلاده، ليش جبتها من هلا؟ عيد ميلاده بجيب له شيء تاني. انت مقهور من الرسمة اللي شفتها اليوم ولهيك اشتريت البسكليت؟ لا لا مو هيك القصة. بالله قول الحقيقة ولا تخبي. شوف بالأخير محمد أستاذه والأستاذ بيربي مثل الأب، يعني هنن بيشبهوا بعض. شبك غسان، جلال بيحبك وبيموت عليك. لو سمحت ما بدي شوفك مزعوج. ماني مزعوج، جلال ابني إلي، وبعدين الأستاذ شخص مهم، أصلا هو مبين عليه شخص منيح وبيحبه لجلال. طيب شايف مبسوط فيها كتير. ايه مرحبا. مرحبا. جلال مبارح كان عنده فحص، وانا لما ما اجا قلقت عليه وقلت لامرأة اطمن. يا ريت لو انك اتصلت، يعني مو مشان شي، بس ما كنت اجيت على الفاضي. جلال كان حلقه عم يوجعه وقال لي ماما حلقي عم يوجعني، وانا قلت له خلص حبيبي ما فيها شي، كله يوم واحد، لا تروح على المدرسة، هي القصة. مو مهم، بعد له اياه. جلال شو صرت منيح؟ شوف بابا اجا قبل شوي جاب لي معه بسكليت. حلو كثير، ان شاء الله الف مبروك. شو عم تعمل؟ عم تتعلم كيف تركب على البسكليت؟ هذا في الخوذه وواقيات الركب وشغلات تانية، بكره رح نحتاجهم كلهم. جلال انا لازم روح، برجع بكره مثل ما اتفقنا. يلا باي حبيبي. مع السلامه غسان. ياسمين أنا ما سببت لك أي مشكلة بجيتي لهون، ما هيك؟ لا لا. ركبت عليها فورا يا بطل؟ شو بتعرف تسوق؟ مو على أساس ما عم تلحق شغل؟ مو على أساس رجعوا المرضى القدامى وإجوا مرضى جدد كمان؟ ليش مين بيسترجي يروح على عيادة دكتور متهم بالشروع بالقتل يا نرمين؟ صار لي أيام لا اندق تليفوني ولا بابي.
ولا حكاني إنسان. وبعد ما تأكدت إنه الوضع ما رح يتحسن انجبرت سكر العيادة الشهر الماضي. كيف؟ كيف؟ يعني أنت طول الشهر الماضي بتقول بدك تروح على شغلك وبتجي بتقضي كل وقتك هون؟ سألت زملاء إلي بالمهنة وقدمت لكل المستوصفات اللي بعرفهم، بس ما إجاني رد إيجابي من حدا. انزعجتي مني كتير ما هيك نرمين؟ لا أنا ما انزعجت، انجرحت كتير. ليش خبيت عني شي مهم ومصيري مثل هاد يا حسن؟ شي متعلق بحياتنا؟ لأني كتير محرج منك. محرج مني؟ ايه وكتير. بس يا حسن انت زوجي، معقول يكون في خجل واحراج بين اثنين متزوجين وبيحبوا بعض؟ هو معك حق، بس انت بتعرفي يا نيرمين، من وقت ما تزوجنا وانا المسؤول عن مصروف ولوازم كل البيت، بس حاليا انت عندك شركة وعم تشتغلي كتير منيح، وألفت كتاب طبخ كمان، وأنا ما ضل عندي شيء أعمله نيرمين، ما عندي شيء. ما في أنا وأنت يا حسان، نحن واحد، نحن عائلة ما هيك؟ ولازم نتقاسم كل شيء، الشركة والكتاب والنجاح. تأكد إنه هدول مو إلي وحدي، هدول إلك كمان. نيرمين انتي احسن زوجة بالعالم كله، بتعرفي هالشي ما؟ كنتي عم تقولي انه في عندي خبر كتير حلو، هاتي لشوف فرحيني. اختاروني كافضل سيدة اعمال لهي السنة. الف مبروك. اي غسان. مرحبا ياسمين، انت فاضيه شي؟ اخذت اذن من الشغل لعلم جلال على البسكليت. طبعا طبعا، ما عندي شي، اصلا كنت بدي خبرك، جلال كان عم يسالني امتى بابا بده يجي يعلمني على البسكليت. شوفي بطول ايدي في حشره كبيره بطول ايدي، ليك انا خليني اقتلها واخلص منها. ايه ماشي، عم نستناك غسان. ماشي ماشي. شوفيني ماما، تعلمت سوق البسكليت. برافو برافو يا عمري برافو. محمد معلش، ممكن تجي معي دقيقتين؟ ما اصطر اتعلم دغري على السواقة. انت ليش عم تعلم جلال يسوق البسكليت؟ فيك تجاوبني يعني؟ هو طلب مني. وانا شو بدي اقول لغسان؟ قال لي شو بدي اقول لغسان؟ ما فهمت، انا عملت اي شي غلط؟ فوق ما ممكن تتصور، غسان اخذ اذن من شغله اليوم وجاي مشان يعلم ابنه كيف يسوق البسكليت، وهلأ بعملتك السودة سرقت لحظة تاريخية بين أب وابنه. ما تخيلت أني ارتكبت هالجرم، بس أنا بعتذر منك. بعدين الحق عليك ما نبهتيني. وأنا شو بيعرفني؟ شو بيعرفني رح تروح من وراي بلا ما أحس تعلم الولد على البسكليت؟ ياسمين أنا مقدر موقفك، أنا عن جد بعتذر منك. إذا بدك أنا بحكي معه. لا 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 خلص شكرا، ما في داعي تعمل شي، لا تعمل شي أبدا، أنا بعرف شو بدي أتصرف، إلا ما لقي لي شي حل أكيد فيه. رح روح لكان، إذا تحسن جلال بعتي على الدرس. محمد محمد شكرا كتير، صدقني أنت ما قالك علاقة باللي صار أبدا، هاي مسؤوليتي أنا وأنا لازم أحلها. شكرا. طيب يا الله يا الله. برافو برافو عليك يا شاطر برافو. رجعوا تأكدوا من كل شيء، شغلة شغلة، ما بدي تنقصوا شيء ينزعوا الطعمة رجاء. مرحبا، يعطيكم العافية. يسلموا. أهلا وسهلا يا عمري، وشك عم يضحك وباين مشي حال المقابلة. لا والله بهي كمان رفضوني.
ولا يهمك، بيقولوا إذا الله سكر باب بيفتح عشرة غيره، ما هيك؟ وأنا هيك عم قول كمان حبيبتي، يعني وأنا بطريقي لهون فكرت إنه إذا الكل رفضوني وما قبلوا يتعاملوا معي، في إنسان واحد بدون ما يسأل عني وهو مغمض عيونه رح يقبلني بالشغل. اتصل فيه فورا. مين هو؟ أنتِ. أنتِ بتعرفي إني بفهم بالطبخ وكمان نظيفي كتير وكمان بفهم بمجال التسويق شوي، وهذا هو المطلوب. حسان هو ما بيلزم أكتر، بس يعني أنا أكون مديرتك بالشغل مو شي غريب حبيبي؟ هو أنتِ معك حق، بس أنا لما اليوم حكينا بالحديقة وقلتي لي إنه نحن عائلة ولازم نتقاسم كل شي فكرت بكلامك، يعني بدل ما أكون عامل عندك بكون شريك لإلك. نرمين معلش تجي وتعطيني رأيك؟ دقيقة وبرجع. الزهر النعنع والريحان ما كتير لبقوا لبعض. إذا بتشاركي زوجك بدي أضربك بالساطور مو بالسكين. شو في داعي لهالحكي؟ ما أصلاً حضرتك في عندك شريك؟ أنا. أنا برأيي الريحان والنعنع لابقين مع بعض، ما شايفة أي مشكلة. لا يا روحي، يا نعنع يا ريحان، اتنين سوا ما بيزبطوا. إذا زوجك بده يدخل شريك أنا بنسحب فوراً. حبيبي حسان إذا بدك رأيي أنت ما رح تتحمل تشتغل معي، أنا العالم بيومين بيهربوا مني. هو أنا بالبيت ودودة ولطيفة بس بالشغل بضلني معصبة ومتوترة. ها وهي سوزان هون هي بتحكي لك. عم تحكي لك الحقيقة حسان، الواحد لما بيشتغل مع نرمين بيغلط وبيفكرها شخص طيوب بس بعدين بيتفاجأ فيها، يعني بحس حاله عم يشتغل مع حرباية. شو بدي أقول لك، فيك تقول إنها مصيبة. بكفي سوزان، بتصور حسان فهم. ليك حسان نحن أصلا شركاء بالحياة، يعني أنا برأيي بلا ما نخلط الزواج بالشغل لو سمحت. ما في مشكلة أبدا، ما أصلا أنا يعني حكيت هالحكي بلا ما أفكر. يلا ببقى بشوفك بالبيت، يعطيك العافية. يعافي عمرك. يا جوجو وينك؟ بابا عم يستنى. تعا تعا يا عمري تعا، على مهلك. ليش ملبس الولد كل هالقد؟ الجو بارد يعني الطقس تغير فخفت يبرد. أنا بس معلش أحكي كلمتين من أم لابنة. ليك جوجو أوعك تنسى اللي حكينا، عم تسمعني؟ أنت ما بتعرف تسوق بسكليت ولا تركب عليها؟ أنت ما بتعرف شي عن البسكليت؟ وبدون ما تحسس أبوك بتوقع حالك، اتفقنا؟ ما بدي وقع حالي، أنا مرعوب. يا عمري أنا لفيتك من راسك لساسك مثل كأنك يا برقاية، يعني لما رح توقع ما رح يجعك شي، عم تسمع؟ ليك هلأ أنت بس تركب بأسانسير البناية مو بتحب تكون أول واحد بيكبس على الزر؟ ولما حدا تاني بيكبسه مو بتزعل كتير وأحياناً بتبكي؟ والبابا كمان حابب يكون أول واحد بيكبسه، حابب يكون أول واحد بيعلمك كيف تركب على البسكليت، عم تفهم شو عم قلك ابني؟ بدك تزعله شي؟ بدك تقهره للبابا وتخليه يبكي؟ بدك ياه يكون مزعوج؟ إذا هيك يلا لك عمل مثل ما قلت لك ولا تتردد. يلا يلا تعال حبيبي تعال، أنا رح ضلني ماسكك من ظهرك، لا تخاف أبداً. إيه؟ ما رح توقع. يلا بسرعة ركاب لشوف. لا تنسى اللي حكينا أنا وياه. أيوة حط رجلك هون. برافو إيه عليك. ادعاس بابا ادعاس. أيوة ادعاس كمان صح. إيه برافو عليك ادعاس. يلا ادعاس بقوة. أيوة برافو ادعاس وخلي عينك على الطريق، قوي قلبك لك تطلع كيف تعلم بسرعة. ايه ما هو لما كنت حامل كنت اتفرج دايما على متسابقين الدراجات، الظاهر تعلم وهو ببطني، بتعرفه موهوب بس شوفه كأنه كوع ما عم يعرف. لا كأنه متدرب. شو هالحكي، وين بده يتدرب؟ الولد ما لمس البسكليت بنوب. حبيب الماما بس لأعطيه شوية تعليمات. روحي ناوي تبهدلني شي؟ لشو ما عم تفهم؟ آه ليش ما عم توقع؟ أنا مرعوب. ومن شو مرعوب ابني؟ مو شايف كيف لاففتك كلك؟ ما في شي تخاف منه؟ بعدين أنت لازم تعرف أني بموقف صعب يا عمري،
ما بدي تخلي أبوك يزعل، عم تفهم؟ بدي لما يطلع عليك أبوك يلاقيك وقعد طب شايف قديش الشغلة سهلة. وعيد الماما ابني طلع فيني وعدني، بعدين بزعل منك كتير. ها استنى مني إشارة، أنا رح أعمل لك هيك كوي كوي، وبعدها وقع وقول يا بابا يا بابا ساعدني، اتفقنا؟ يلا لا تخجل. حبيبي صار لك شيء؟ لا تخاف يا غسان، كيف وقع؟ لا تخاف، اللي صار لك شيء؟ طبعا من وين بدك؟ موجوع. شو حبيبي موجوع؟ يلا قوم لا تزودها، ما فيك شيء. يلا سيدة عم تجعني، قال ايده عم تجعه، وقال تحرك ابني تحرك. يلا انا موجوع. عن جد موجوع؟ يا عمري يا ابني. هلا نحن ليش تركنا الولد لحاله جوا؟ ما تركناه لحاله، بس الغرفة كانت ضيقة والدكتور قالنا مشان نطلع. اصلا ما في لا كسر ولا شعر، بنشكر الله مرقت على خير. الولد صغير وبدي اعلمه يركب بسكليت، كان لازم حط له دواليب الجانبية، كل اللي صار بسببي. لا 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 لا، الذنب مو ذنبك لو سمحت، كله من الزفت اللي مزفتين فيه الطرقات ودواليب البسكليت، وانا كمان، بس انت مالك اي ذنب صدقني. لك اهلين بالبطل. حبيب الحمد لله الماما. على السلامة. صرت منيح هلا؟ يا روحي يا عمري انت، قلي كيف حاسس؟ لو سمحتوا تنتبهوا عليه، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك دكتور. صحيح تذكرت، انت قلتي لجلال وقع حالك لانه بابا حابب يكوس الزر بالاول؟ عفوا منك، بس انت قلتي له يوقع حاله عن البسكليت؟ انت قلتي له يعمل هيك؟ بلى، بس اسألني ليش هيك عملت. البسكليت صار يسوقها مثل الكبار، وأنا ما بدي إياك تعرف إنه محمد راح من ورا ظهري علمه كيف يسوق أو يفتل فيها كل الحارة، ومشان ما تزعل من القصة. قلتي محمد؟ مين محمد؟ الدكتور، كرمال الله لا تتدخل. ليك دكتور لو سمحت، هاي مشكلة عائلية ونحن ما بصير نحكيها لحدا، لهيك رجاء لو تتفهم الموضوع وتضل برات الأسيرة. هون عند الممرضات في سكاكر، معلش تعطي لابني. حبيبي تعال معي شوي. يلا شو معناته هالحكي؟ مين بيكون هذا محمد لحتى يعلم ابني يركب على البسكليت؟ غسان روقه لا تظلمنا بدون ما تحس. بالله جد؟ ايه، انت جبت البسكليت وحطيتها قدام عيون الولد، وهو اصر علي الا بده يتعلم كيف يسوق، وانا ما بعرف كيف سوق بسكليت. راح ولزق بمحمد ومحمد علمه كيف يسوقها، بس انا والله العظيم ما شفته هو عم يعلمه عليها. ايه لك، العيال اللي بيصير فيها طلاق هيك بده يصير معها، الام والاب اكثر الاحيان غايبين عن اولادهم، واحلى لحظاتهم مع اولادهم بتضيع منهم. طبعا بعرف مستصعب الوضع ومجروح منه، بس أنا كمان مستصعبته وابننا كمان عم يعاني منه، ونحن لازم نتحمل شو طالع بإيدنا. كيفك حياتي؟ منيحة. لسه عم تشتغلي بحملة الإعلان تبع نيرمين ولا شو؟ ما عجبتني حملتها أبدا، يعني لو ما أخذت المصنف بالصدفة وشفته كانوا ضحكوا عليها لرفيقتي، بس أنت خليني خلص شغل ووقتها رح ورجيها كيف تكون حملة الإعلان على المزبوط. طيب ونيرمين هي اللي طلبت منك هذا الشيء؟ لا، يعني هي بتكون خجلة تطلب مني وتحرجني. بس أنا رح فاجأة، حتى أني فكرت بشغلة وهي بالنسبة إلي كتير منيحة، يعني رح تكون فرصة ممتازة لأرجع لهالمجال، يعني من البيت وبدون ما يكون عندي دوام، بخصص وقت يناسبني وبجهز حملات إعلان وترويج تكون صغيرة. بس يا رفيف، إذا صار الشيء اللي أنت عم تقولي عليه مين رح يهتم بالبيت ويرتبه؟ يعني أنا والأولاد مين بده يصير يهتم فينا؟ شو بدنا نعمل؟ يعني أنت كيف عم تلاقي وقت لتلعب مباريات؟ أنا كمان بلاقي وقت مشان شغلي عمورتي. إذا جعت عمل لحالك سندويش، لأنه أنا كنت طول اليوم مشغولة بالحملة وما لحقت أطبخ أي شيء. أيوة طيب، ومرتي ملكة الإعلانات بدها أعمل لها سندويشة معي؟ لا، أول ما أخلص شغلي بدي أروح لعند نيرمين وشوفها. نيرمين ليكي إذا فاضية بدي إيجي وأشرب معك كاسة شاي. ماشي.
الله يساعدني على هالمرة، حاسس حالي رح موت من الجوع. كأنه هي ريحة شموع. ايه والله حط شموع ليكون على هالنسوة اللي نسيتها اليوم اكيد بيصادف. ايه عيد زواجنا بيصادف اليوم. لسه من كم يوم كنت متذكر الموعد، لك ما بعرف كيف صار معي هيك ونسيته حياتي. بس شوفي والله العظيم لخليكي تسامحيني على هالغلطة، يعني السنة الجاية رح اعمل لك مفاجأة بتطير ضبنات العقل ورح خلي تمك يفتح هالقد من الدهشة. معناتها هي السنة رح ندبر حالنا بالمفاجأة اللي عملتها. انا اليوم عملت لك الاكل اللي انت بتحبه وبدنا ناكل انا وياك سوا. لكن رمين انا قعدت وفحصت لك شغل شركة الاعلان اللي تعاقدتي معها بحملتك، ولكون صريحة معك شغلة بالدكب. بالدكب؟ ايه يعني بهالشركة يا اما شغلين لك من قفا ايدن يا اما هن ما بيفهموا بهالشغل. بس انت رفيقتك شو عملت لك يا حزريك؟ طول النهار قعدت تشتغل وجهزت لك شغلة بدها تطير لك عقلك. استني لحتى تشوفي بعينك، انا كتير متحمسة. ايوه ليكن تفرجي، هدول جهزتهم مشان المجلات. طلعي هدول عاملين لك الخلفية أخضر، اللون الأخضر ما بيلفت النظر بس أنا استخدمت لك الموف. ليش؟ لأنه الموف معناته البركة وملفت للنظر. إيه ممتاز. رفيف ليش معزبي حالك كل هالشي؟ أنا ما كنت متوقعة أنك تضيعي وقتك معي أبدا. لك يعني معقول؟ معقول اللي عم تقولي؟ رفيتي من الروح للروح مألف كتاب طبخ وبدها تعلن عنه، خليهم يضحكوا عليها ويشتغلوا لها الشغل هاد، يعني لك هذا واجبي نرمين؟ بصراحة أنا ما بحب هذا اللون الفاقع. طيب حبيبتي لا تحبي، بس هو مبهر ومهم، يعني كتير مهم يلفت النظر، لازم يكون شيء قوي. حتى لقيت لك شعار مشان حملتك، شوفي هدول محاطين شعار. لكي شوفوا فرنكم كيف رح يعمل المعجزات، شو رأيك؟ بس أنا معظم وصفاتي ما بتفوت على الفرن أبداً. ايه خلص مو مشكلة، ما أنا أصلاً مجهزة شعارات احتياط غير هاد، منبقى منشوفهم ومنختار. حبيبتي رفيف شكراً كتير إليك، بس ما في داعي تعزبي حالك، أنا اتفقت مع الشركة وخلصنا. بعد هالوقت ما بقدر قلهم ما بدي ياكم. شو هالشغلة الفاضية؟ ليكي خلص أنا مستعدة أكون الشرطي السيء واتصل وقلهم السيدة نرمين ما بدها تشتغل معكم لأنه رح تشتغل معي، ومثل ما بتعرفي بيناتنا المصاري مو مهمة. ما بيصير، يعني شغلهم اللي عاملينه حبيته ومقتنعة فيه. نرمين أخ يا نرمين، ليكي هلأ أنت طبخك ما حدا بيقدر يحكي عليه حرف، يعني بتطبخي وبتجهزي السفر أكل ولا أروع، ولا حدا بيطلع له معك فيها. إيه بس عفوا منك، أنت شو بيفهمك بهالشغلة يا حبيبة قلبي؟ هي شغلتي أنا، شو نسيانة إني أخذت جائزة عليها؟ وأنا كمان أخذ جائزة أفضل سيدة أعمال لهالسنة. والحفلة بكرة تجي عليها؟ بدي أخبر البنات كمان. إيه رفيف عن جد شكرا كتير إليك ويسلموا إيديكي، بس أنا طالعة أحلى باللون الأخضر، وشو ما نعمل ما رح أطلع أحلى من هيك. أنا لازم روح، عندي شغل لفوق راسي بالبيت وولادي جوعانين. حبيبي حسان شو عم تعمل بالصالون؟ عم جهز الكنباية لنام نرمين. على قد ما كنتي عم تشخري جوا ما قدرت نام. شو عم تحكي انت؟ انا ما بشخر ابدا. طبعا انت هيك بتفكري لانك ما بتسمعي حالك، بس انا بقدر اسمعك نرمين. حسان الله يوفقك لا تعمل فيني هيك. يلا قوم خلينا نروح سوا على فرشتنا، بعدين نحن وقت تزوجنا توعدنا انه نحط راسنا عم خدة وحدة طول العمر، ما هيك؟ بس أنا هون رح كون مرتاح. تصبحي على خير. هو أنت من أهل الخير. ألو غسان، سبق واتصلت فيك بس الظاهر ما كان عندك وقت ترجع تحاكيني. أنا بدي منك خدمة صغيرة، الكهرباء عندي بالبيت عطلانة وبدي تمر تشوف لي إياها. ماشي يسلموا.